السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل شكل جمالي نقدر نحطه في المطاعم، عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد، تمام، بيتعلق في السيلينج. طيب تعالوا نترجم الكلام اللي احنا قلناه دوت. أقول له أنا عايز نيو فاميلي، احنا قلنا تعلق في السيلينج فلازم تبقى حاجة ليها علاقة بالسيلينج، فاحنا مش عارفين الشكل ده، ممكن نحطه لايتنج، ممكن نحطه ايه، فهنقول له متريك جينيريك موديل، بس هنقول له لما فيس بيست او سيلينج بيست، بقول سيلينج طيب، بس زي ما انت شايف هو ظبطها على طول انها تبقى في السيلينج بلانس. طيب انا هبدأ اقول له دلوقتي اكستروشن، بقول له انا عايز شكل سداسي اهوت، خليها بمقدار يعني في حدود 500 كده، تمام، انت وذوقك يعني، ممكن تخليها 500 600 براحتك، مش هعترض عليك. تمام، هقول له اوكي، وبعد كده اروح في الاليفيشن، تمام، ده السيلينج، تمام. فانا عايز الشكل دوت ما يبقاش فوق السيلينج ده، انا عايز يبقى تحت السيلينج بمقدار كده. ايه، هنبدا نشوف المقدار ده قد ايه. تمام، هبدا اعلم على الريفرنس بلان. طيب اقول له اعمل لي لا اما ريفرنس بلان لا اما ريفرنس لاين اهوت، اهو واحد تاني كمان اهو، تمام دوت. ممكن اقول له دي اي اعمل لي دايمنشن، اهو دايمنشن لو جاهز من هنا لهنا، ثبته لي مثلا على كام، مية وعشرين، ماشي تمام شغال. هقول له اقفل لي دوت، واجي بقى على الشكل دوت واروح قافل ده كده وقافل ده كده، تمام. والمسافة من هنا لهنا دي اي من هنا لهنا ممكن احتاج ان انا اعملها متغير بحيث اقدر اتحكم فيها من قلب الشغل بتاعي، فاقول له ده بارامتر اسميه مثلا الزد، وده انستنس بحيث ان هو يتغير من واحده لواحده مفيش مشكله، واسميه هو الزد، تمام اوكي. نقدر نتحكم بيه في قلب الشغل بتاعنا على طول. طيب هاجي هنا بقى في الريفرنس لاين، وممكن اقول له اعمل لي كرييت، تمام، اقول له ممكن نعملها من خلال ايه بلند، هرسم نصين، هرسم دوريتين وهو يوصل بينهم. الشكل الأولاني أهو حاجة صغيرة خالص، وإيدي التوب ممكن نخليها دايرة أصغر بالشكل دوت، تمام، وأقول له المسافة دي 600، تمام. ونبدأ نشوف الشكل ده موجود في الإليفيشن، نجيب الشكل دوت، ممكن أروح منزله كده وأروح أقفل له أقفل ده اقفله. طيب هبدا احمل بقى اللود انتو بروجكت اند كلوزد، احمل المشروع اللي انا شغال فيه اوبن لود انتو بروجكت، تمام. هنبدا لازم يتحط في السيلينج، اكون واقف هنا في السيلينج، تمام، وابدا اعمل مثلا وول غرفة صغيرة كده، وبعد كده هروح هنا الأرتكشر أقول له أنا عايز أعمل سيلينج بسرعة في قلب الغرفة ديت، الغرفة السيلينج دوت هظبطه إن هو 600 600، وبعد كده هاجي هنا لأرتكشر كومبوننت بليس كومبوننت، وأبدأ أحط الفاميلي بتاعتي بالشكل دوت، ممكن مثلا في نص السيلينج هنا مثلا، واحدة تانية جنبها هنا، واحدة كمان هنا، واحدة كمان هنا، تمام. اليورنج اقول له ده خلي ده مثلا
متر 30,800، يبدأ يظهر عندي الشغل بالشكل دوت. تقدر بقى تقول له مثلا ان دول انا رحلهم كده عشان ندي شكل جمالي، وتقدر تعمل عليهم سيلكت وتشوفهم في 3D عاملين ازاي. لا يوم طالع بالشكل دوت، تقدر بقى تعدل فيهم زي ما انت عايز. يعني تقدر مثلا تضيف إنارة، تعمل فاميلي إنارة وتدخلها جواه، تقدر تعمل أي حاجة أنت عايزها. تمام، يعني ممكن تيجي كده في 3D. تمام، أقول له بقى أنا عايز مثلا أعمل void create set select a plane هنا. تمام، هقول له هنا void، وتبدأ بقى ايه ترسم اللي انت عايزه في المنطقة ديت. void اوكي. الفويد ده بقى تبدأ تخليه ينزل معاك لحد ما يبقى جوه الشكل دوت. كنوع من التفريغ. تمام، الشكل ده تقدر بقى تحط فيه فاميلي تانية، تحط فيه خامة تانية، تعمل شغل حلو أوي في المنظر الجمالي دوت.